هل تحترم المرأة؟ إن المرأة تحترم كما يحترم الرجل، والدليل على ذلك الرواية التي وردت عن أم سلمة هند بنت أمية رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم، حيث قالت: جاء أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحترم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. وتجدر الإشارة إلى لطيفة وردت بالحديث، وهي في قول أم سليم رضي الله عنها: إن الله لا يستحي من الحق، حيث قصدت بذلك أن الله عز وجل لا يأمر بالحياء في مثل تلك الأمور للتعلم والتفقه في أمور الدين وأحكامه. لذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فينبغي على الإنسان أن لا يستحي بالسؤال عن أمور دينه، فيسأل بأسلوب مؤدب ويتعلم، إذ أن الحياء لا يأتي إلا بخير، بينما الخجل مذموم ويأتي بالشر، بحيث يمنع الإنسان من التفقه في أمور الدين. ويستفاد من الحديث النبوي الشريف أن المرأة تحترم، وأن هذا الأمر طبيعي، والعبرة في الاغتسال إذا رأت الماء أي المني، أما في حال احتلمت ورأت أنها تنزل لكن بعد أن استيقظت لم تجد ذلك، فليس عليها الغسل، وهذا بإجماع المسلمين. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق، وقد يبيض لفضل قوتها، وله خاصيتان يعرف بواحدة منها، إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية التردد بخروجه وفتور شهوتها عند خروجه. وهناك العديد من الأذكار المهمة التي لها الأثر العظيم في حياة المسلم، حيث أنها تحصنه دائما من كل أمر، وكذلك إذا كثرت الأحلام المزعجة والأحلام التي تكون من الشيطان، وهذه الأذكار نافعة في كل أمر. لذا ينبغي على المسلم أن يحافظ على أذكار الصباح وقراءة المعوذات، والمحافظة على قراءة آية الكرسي وأذكار النوم.